40 عاماً مرت على الاستشهاد ولا زلت تعيش بيننا كأنك لم تمت. كيف لرجل أن يكون حضوره قوياً لهذه الدرجة بعد كل تلك السنوات على استشهاده؟ ما هذا السر يا بشير؟ لماذا نلمس وجودك كل لحظة بيننا؟ ألأننا لم نخلق 100 بشير آخر بعد استشهادك كما طلبت منا ذات يوم؟ أم لأننا غرقنا في النحيب والبكاء والندب والندم فتعطل عقلنا وانزلقنا إلى القعر بسرعة البرق؟ نحن نؤمن أنك ترانا ونعرف أنك حزين على حالنا. نحن ندرك أن قلبك يعتصر ألماً على الوضع المزري الذي نحن فيه وعلى ما فعلت أيدينا بمجتمعنا وبلبنانك. بربك ولو للحظة واحدة ولو في الحلم تعال إلينا، تكلم معنا، اجعلنا نستيقظ، اطلب من ناسك المكسورين إيقاف العويل والنهوض من جديد، علهم يدركون طريق المستقبل التي أضاعوها بموتك. بعد كل هذا الوقت بما حمله من هزائم وانكسارات وانهيارات ونحيب وبكاء، ماذا سنقول لك وكيف سنجدد الوعد؟ في ذكراك 40 يا بشير ما زال ناسك يبكون وفي أحزانهم وانكساراتهم يغرقون. بعد 40 عاماً سقطنا في كل الامتحانات وخذلناك. بعد 40 عاماً لم ندرك بعد أننا متنا جميعاً بموتك. في ذكراك 40 كنا نفضل أن نخبرك عن الإنجازات ولبنان الجميل لا عن الانهيار والتخلف والفساد والإجرام والسرقة. بعد 40 عاماً كان علينا أن نقول لك أننا خلقنا 1000 بشير آخر وأكملنا المسيرة وحققنا الحلم، لكن شيئاً من ذلك لم يحصل. بعد كل تلك السنوات أنخبرك أن كلامك عن الذين يتدربون في لبنان وهم كالوباء إن تمددوا ابتلعوه أصبح حقيقة وأمرا واقعا؟ أم نخبرك عن انهيار كل ما ارتكزت عليه دولة مجتمعك العميقة وأمن استمراريتها على مر العصور والأجيال؟ لن نطيل عليك الكلام، نعرف أنك غاضب ومشمئز منا، لكننا ندرك أيضا أنك بجوار المعلم في دنيا الخلود حيث السلام الأبدي. قل ليسوع أن يغفر لنا، قل له أن شعبنا يستحق فرصة أخرى، واطلب منه ألا يترك الحلم ينكسر ولبنانك يموت.